بما ان احنا مستمرين لحد الساعه 2 لازم يجي السؤال، واين كريم رمزي؟ لازم نكلم كريم رمزي نطمن عليه. يا كيمو. يا أستاذ يوسف عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله طمنا عليك كده يا عم كريم. لا الساحه بومب الحمد لله زي الفل. بومب بومب. ها بومب بومب، قلنا نريح شويه كده يومين. بس للاسف الراحه جت غصب عننا في اوقات اوقات مهمه لينا كلنا يعني في الكوره. معلش معلش، اهم حاجه تستريح وتقوم بالصحه بتاعتك. بومب البومب مش بومب بس حبيب قلبي، دي اهم حاجه. تشرب شوربه يا كريم. نبعت 10 طيب كتير. نبعت 10 والنبي. ما وصل وصل، توصلت من بدري. طب قول لي، بمناسبه انه الصحه بومب الحمد لله وكده واحنا مع بعض بقى على التليفون، قول لي ايه رايك في ماتش الاهلي النهارده؟ بص انا بقى هاخد لك من الاهلي على منتخب مصر نطه حلوه كده. بس الاهلي تعالى نبدا بيه. الاهلي النهارده بيلعب بغيابات بالجمله، مش بس بقى اللعيبه اللي موجوده مع منتخب مصر في كاس امم افريقيا، ده عنده اصابات بالجمله، اصابات من كل المراكز، واصابات برباط صليبي، واصابات عضليه، وغيابات مش طبيعيه. النهارده بيلعب بمجموعه او معاه في القائمه بتاعته مجموعه من الشباب. النهارده محمد مغربي بادئ في خط الدفاع، النهارده رامي ربيعه اللي ما بيلعبش بقاله شهور، مش عايز اقول سنين كمان، شهور مع الاهلي، موجود اساسي، هو مان اوف ذا ماتش النهارده وافضل لاعب في المباراه. عندك مجموعه كبيره من اللعيبه النهارده بتشارك، وهي مستحيل اصلا كانت هتفكر تلعب في كاس العالم للانديه. النهارده لعبوا، النهارده شفنا كريم فؤاد اللي بقاله شهور عايز ياخد مكان في تشكيله الاهلي من ساعه ما انضم للفريق وما عندوش مساحه انه ياخد مكان، النهارده بيلعب في ماتش قدام مونتيري المكسيكي في كاس العالم للانديه. النهارده الاهلي بقى بعيدا عن الشعارات او بعيدا عن الجمل الرنانه، يعني انت بتتكلم في فعلا الجمله بتاعه الاهلي بمن حضر النهارده اثبتها 100%. انا هقول لك حاجه بصراحه، انا ما كنتش متوقع اصلا ان الاهلي يكسب المباراه. الاهم من ده او اللي اصعب من ده، انا كنت متصور عشان الفرقه اللي بيلعبها النهارده الاهلي دي فرقه كبيره ومهمه جدا، كنت متصور الاهلي ممكن يخسر النهارده بنتيجه كبيره، لكن النهارده الاهلي عمل مباراه محترمه وعمل مباراه كبيره باي مجموعه من اللاعبين لابسين تيشيرت النادي الاهلي، عملوا مباراه محترمه يستحق كل لاعب في الفريق ده التحيه، وتستحق اداره النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي التحيه ايضا، لانهم في كل تصريحاتهم كان عندهم جمله واحده بس، مصلحه منتخب مصر اولا. فالنهارده فرحنا بالنادي الاهلي ممثل مصر زي ما احنا فرحانين بمنتخب مصر، وزي ما النهارده رامي ربيعه اللي ما كانش بيشارك ابدا وما كانش بيلعب مع النادي الاهلي ابدا الفترات اللي فاتت وكان على وشك الرحيل من شهرين، رامي ربيعه كان معانا على التليفون في رقم 10 من شهرين تقريبا، وهو يعني ايه الكلام على رحيله، هيروح فين؟ هيروح بدايه الاعاره ولا البيع ولا خلاص ماشي من الاهلي، الراجل مش عايز. النهارده افضل لاعب في المباراه في كاس العالم للانديه. اخد بقى من رامي ربيعه واروح لك عند الراجل اللي اسمه محمد ابو جبل. ايوه محمد ابو جبل، اربع ماتشات دوليه قبل كاس الامم الافريقيه، الحارس الثالث في نادي الزمالك بعد جنش وعواد السنه اللي فاتت، النهارده احسن حارس في كاس الامم الافريقيه، اسم كبير مصر كلها بتتكلم عنه، الوطن العربي كله بيتكلم عنه بعد اربع مباريات دوليه بس. شوف القدر، يعني سبحان الله الدنيا تلف والقدر يحطك في مكانه اكبر كمان من اللي انت كنت ممكن تتخيلها او تتمناها لنفسك بكتير بكتير كمان. محمد ابو جبل، تعال بقى عند الراجل اللي انت جايبين صورته ده، محمد صلاح. الراجل ده سبحان الله تعرض لكل انواع الهجوم اللي بدون اي داعي، معانا افضل لعيب في العالم. زمان لما كنا بنشوف الكاميرون وكوديفوار، كاميرون بصابون ايتو كوديفوار بدروكبا، وحتى توجم اديبايور، جورج وايا لما جاب جون في عصام الحضري في تصفيات كاس العالم مع ليبيريا، كنا بنقول يا رب ادينا نص لاعب من دول بس عشان نشوف منتخبنا هيعمل ايه. بقى عندنا محمد صلاح وكنا بندوس عليه نقول بحب وبعشم، بس محمد صلاح فعلا شايل. شوف كده صحف العالم كلها والمواقع، كل المواقع اللي في كل العالم يتحدثون دائما عن محمد صلاح، محمد صلاح بيتكلم مع الحكم، محمد صلاح بيعمل اسيست، محمد صلاح بيسجل جول، محمد صلاح واقف مع لعيبه منتخب مصر، العالم كله يتحدث عن منتخب مصر عشان طبعا منتخب مصر الاسم الكبير، وعشان معانا محمد صلاح هذا القيمه الكبيره اللي بتشرفنا. روح على محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم اللاعب اللي ما كانش اساسي من كام شهر مع المنتخب الاولمبي، رغم ان هو بالامكانيات دي المفروض كان يبقى اساسي مع المنتخب الاولمبي، الان هو اساسي في منتخب مصر، وانا بقول لك اهو من دلوقتي هيبقى في تشكيله كاس الامم الافريقيه النهائيه اللي من 11 لاعب هيبقى فيها محمد عبد المنعم، هذا الشاب الرائع عامل اداء مدهش
وقف قدام اعظم مهاجمين في القاره الافريقيه وكان هو الافضل وهو الاحسن. عد بقى بعد كده، روح لعمر كمال عبد الواحد، روح لابو الفتوح، روح للنني اللي برضه نفس الكلام اللي انا قلته على صلاح. النني بقى شال اللي ما اتشالش. النني انا قلت عنه انه لو واحد غيره كان بطل كوره من كتر، مش هقول النقد، احيانا السخريه. محمد النني بيجري كميه جري في ثلاث مباريات، في ثلاث مباريات كل مباراه 120 دقيقه، والله الـ اقول ايه، البشر ما يتحملهاش، بشر عادي. انجولو كانتي، انا مش عايز افور يعني، يقول لك انجولو كانتي لاعب تشيلسي افضل لاعب وسط في العالم، ما يقدرش يجري 120 دقيقه في ثلاث مباريات في اسبوع. ده كلام مش منطقي ومش كلام صحيح حتى في الجنس البشري، ما ينفعش يحصل. الراجل كيروش بقى، دي القصه الكبيره. لا، قبل كيروش كبيرة. قبل كيروش تريزيجيه. تريزيجيه، ما هو تريزيجيه بقى، تعالى بقى عند كيروش. تريزيجيه اول مباراه شارك فيها مباراه المنتخب النيجيري، وبالمناسبه مباراه المنتخب النيجيري دي هي المباراه الاسوأ لينا في هذه البطوله، وطبيعي ان احنا نلعب مباراه سيئه. بس لما الراجل ده شارك تريزيجيه قال لك ازاي ده راجع من اصابه، طب الراجل كان عايزه يخش البطوله من اولها عشان يقدر يستفيد منه في اخر البطوله. تريزيجيه مع كيروش مع باقي اللاعبين في مباراه المنتخب النيجيري كلهم ما كانوش كويسين. بالمناسبه اقول لك حاجه يا استاذ يوسف، خليك معايا فيها. حضرتك مش بتيجي في مره كده وانت مروح تقول ايه، لا الحلقه النهارده مش عاجباني، انا ما عملتش حلقه حلوه النهارده؟ مش ده بيحصل؟ طبيعي. المدرب، هو المدرب كمان مش ممكن يعمل مباراه وحشه. محمد صلاح مش ممكن يعمل مباراه وحشه. الدكتور مش ممكن يشخص، الدكتور الكبير مش ممكن يشخص مره مريض غلط. كل ده وارد. احنا ما نحسبش الناس او ما نحاسبش الناس ابدا بالقطعه. ما ينفعش في اي شغلانه في الدنيا نحسبهم بالقطع، حاسبه على مجمل اعماله. شوف الراجل ده ناجح ولا مش ناجح. الراجل اللي معانا ده، والله احنا معانا مدير فني كفء وناجح واسم كبير، وانا مش ببالغ. مش ببالغ ايه؟ لا، هو مش الموضوع مش مبالغه، دي ارقام وتاريخ. ده اهم مدير فني اجنبي جه في تاريخ مصر على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه. احنا معانا مدير فني درب ريال مدريد، درب مانشستر يونايتد، درب برتغال، ودرب اسماء عمر ما جالنا سي في في مصر زي الراجل ده. فهو عندنا مدرب كبير، والمدرب الكبير ترجم شغله بوجودنا في نهائي كأس الأمم الأفريقية. طب على ما يبدو إيه؟ على ما يبدو المدربين بتوع البرتغال دول ليهم روح تانية، ليهم طريقة مختلفة. هم شطار وشبهنا. جدا شبهنا. بيشتغلوا بالقلب قبل ما بيشتغلوا بالعقل. يعني هم برضو الراجل حتى تصريحاته كلها تصريحات ذكية. يعني تسمع الراجل ده دايما في تصريحاته تقول ده من شبرا، ده مش من البرتغال، ده ذكي كده، فاهم، بيلف في دماغك ويبسطك بالكلام اللي بيقوله. هو راجل ذكي ومقنع للعيبه. وخد بالك بقى، حط تحديدي 1000 سطر مش سطر واحد، 1000 سطر. ليه بقى؟ ان اللعيب لو ما حسش ان المدرب اللي قدامه مقنع، والله لا هيعرف ينزل يدي بروح، ولا هيعرف يأدي باداء كويس، ولا هيعرف يعمل شغل كويس. وبما اننا بنتكلم على كيروش، انا في جمله بس ايه بتتقال وبتستفزني دايما، اللي هي لا احنا اللي كسبنا او اللي وصلنا للنهائي هم اللعيبه وروح اللعيبه. طيب واللي خسرنا اول مباراه؟ اللعيبه وروح اللعيبه. مين اللي يعرف يجمع اللعيبه على الروح دي عشان يوصلوا للمستوى ده بالظبط؟ ولا وهي منظومه يعني. انا في النهايه، انا انت ممكن يبقى معاك احسن فريق اعداد في العالم طبعا، لو ما عمش مذيع كويس هيحصل ايه؟ الفريق ده اللي عمل شغل عظيم طبعا، ده هيطلع وحش جدا. صحيح. فانا في النهايه عندي مدير فني كويس وعندي لعيبه كويسه، هي منظومه. ما ينفعش لما حضرتك تعمل حلقه مش كويسه، ما ينفعش كريم لما يجي يعمل حلقه مش كويسه النهارده يتقال اصل كريم كان وحش. لا، كريم والاعداد. طب لما الحلقه تبقى وحش، لا الاعداد هو اللي وحش وكريم كان كويس. هو فريق يا جماعه، فريق عمل، هو فريق واحد. فزي ما انت بتلوم الراجل، لما احنا كلنا لومنا كيروش في مباراه المنتخب النيجيري واشدنا بيه في باقي المباريات كلها، هل كان حد يقدر يطلع يقول ان كيروش عمل مباراه حلوه قدام المنتخب النيجيري؟ هنبقى كدابين، هنبقى مش فاهمين، هنبقى مش شايفين. اصل هو نفسه اعترف ان المباراه كانت سيئه. لكن بعد كده عمل مباريات كويسه. ما نفضلش بقى ايه نمسك اللي هو ايه، انا اقول لك الجمله الشهيره برضه اللي هو ده رهان. انا قلت لكم كيروش مش هينجح، فانت عايز تثبت طول الوقت للناس ان كيروش مش هينجح. حتى لو نجح، حتى لو كسب كاس الامم الافريقيه، انت مش فارق معاك انه المنتخب كسب، انت فارق معاك رايك اللي هو ايه. ايوه انا رايي طلع صح وكيروش فاشل. يا عم لا، كيروش ناجح، مش هو كسبنا الحمد لله. طب كريم، انا عايز اسالك على سؤال. يعني انا من الناس اللي كانت طول الوقت تقول انه يا جماعه احنا منتخبنا ما عرفش يحقق بطولات كبيره او اداءات كبيره غير مع مديرين فنيين مصريين، رحمه الله على كابتن جوهري وربنا يدي الصحه لكابتن حسن شحاته. انا في تصوري المتواضع جدا ان كيروش هو اول مدير فني اجنبي يعرف
يجمع الفرقه بالطريقه دي. صح، انا اتفق معاك. وبصراحه برضو هيكتور كوبر، يعني هيكتور كوبر وصلنا برضو نهائي كاس الامم الافريقيه، وصلنا كاس العالم، فانا برضو لازم اشيد بهيكتور كوبر اللي بعد سنين بنقعد نقول انه الراجل ده كان فاهم كويس هو بيعمل ايه، وكان عنده شخصيه للمنتخب، بغض النظر ان الاداء الممل للمنتخب مصر مع هيكتور كوبر ما كانش بيعجبنا، احنا عايزين كوره ممتعه. بس الراجل كان ناجح، الراجل وصلنا نهائي كاس افريقيا، وصلنا كاس العالم، فالراجل كان ناجح. كيروش في رايي انه المدرب العبقري اللي فعلا مفيد جدا للمنتخب مصر. خد بالك في طريقه اللعب اللي يقول لك ايه، كان بيجي لنا محللين ومدربين يتكلموا في هذا الامر، لا لا، هو المنتخب ما ينفعش يلعب 4 3 3. ليه يا سيدي ما ينفعش يلعب 4 3 3؟ ما هم 4 3 3 دول يعني 10 لعيبه برضه مع حارس المرمى، ايه المشكله؟ قال لك لا، احنا في مصر هنا بنلعب 4 2 3 1، فما ينفعش ايه يجي المنتخب يلعب بطريقه غير الانديه بتلعب بيها. الله. مين اللي قال الكلام ده؟ مين يعني مين اللي حط الكتاب ده يعني؟ لا وانا اسف يعني، انت ليه بتتعاملوا مع اللعيبه دي ان هي، انا اسف في اللفظ، ما بتفهمش غير بطريقه واحده يعني، انت مش حاجه اسمها كده. دي لعيبه محترفه، دي لعيبه كبيره، دي لعيبه فاهمه، كل اللعيبه اللي عندها دي غير لهم الطريقه ثلاث اربع مرات في المباراه الواحده هيفهموا. زمان كان يقول لك ايه، ما تقولش للعيب المصري طريقتين عشان هيتلخبط. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ المباراه الواحده دلوقتي على فكره منتخب مصر بيلعب 4 3 3 في 90% من مباراه كاس الامم الافريقيه. الخطه اتغيرت وسط المباراه ل 4 4 2. وبعدين ما اللعيبه دول لو ما كانش نصهم تلتهم بيلعب بره في اوروبا، فبيلعبوا بتشكيلات مختلفه وبطرق مختلفه غير اللي احنا بنلعب بيها. ليه انا عايزه وهو بيلعب معايا يلعب بنفس الكتاب هو اللي بلعب بيه بقالي 80 سنه؟ عشان ايه؟ ولو انا مدرب وقادر احفظه وقادر اعلمه، انا اقول لك حاجه، مين كان يصدق ان عمر كمال عبد الواحد يجيد بهذه الروعه في مركز الظهير الايمن؟ مين كان يصدق اصلا انك تيجي تحط ايمن اشرف في وسط الملعب؟ مين كان يفكر ان مهند لاشين لاعب طلائع الجيش اللي ما شافش منتخب مصر قبل كده، هو وامام عاشور اللي ما شافش منتخب مصر الاول قبل كده، لما ينزلوا في وقت صعب في مباراه الكاميرون صاحب الارض والجمهور، ينزلوا ويأدوا ويعملوا اداء كويس جدا؟ هو ده مش شغل مدرب. ما هو لو ما فيش مدرب قاعد على الدكه ما كانش اصلا هيجرؤ انه ينزل اثنين لعيبه ما عندهمش اي خبرات دوليه. ليه؟ عشان كان هيتقال انت ازاي تنزل اللعيبه دي في وضع صعب زي ده، وتهاجم على تغيير المراكز. يعني انت ليه بتلاعب ده في غير مركزه؟ يا سيدي خليني اعرف طاقته واصله لحد فين وامكانياته ايه، امال هفضل العبه في نفس المكان طول عمره؟ مش هعرف هو بيقدر يلعب فين تاني. لا وانا اسف، لو انا مدرب وقاعد بره ومش عارف اوظف لعيبتي ومش عارف استخدمهم استخدام سليم ومش عارف احطهم في الاماكن السليمه، يبقى انا هنا ماليش لازمه. ما هو معلش يا يوسف، وانا انا وانت لو جيت قلت لك ايه رايك مصر تلعب بتشكيل ايه بكره، هتقول لي 11 لاعب ينزلوا بكره. طب خلاص حضرتك انزل اقعد على الدكه ونزل 11 لاعب دول، يلا يلا، ما كلنا هنعرف نحط 11 لاعب. هي الفكره هتدير المباراه ازاي، هتعرف امكانياتك ازاي، يعني هي مش بالسهوله دي يا جماعه. يعني واداره الماتش مع التحكيم، لا قصه بقى التحكيم دي انا هكلمك بصراحه. قول. هو احيانا دي سياسة برتغالية شهيرة في العالم كله، اضغط على الحكم بشوية عصبية، حسسه انك شايفه، حسسه انك شايف وعارف، وبتديله كارت ارهاب كده، ايه وطره كده، بلاش خليه يتوتر، بلاش ايه، بلاش تيجي ضدي، لا حتى لو مش هتيجي معايا بس بلاش تيجي ضدي، تمام؟ احيانا بتفلت سنة من كارلوس كيروش احيانا. بس بصراحة شديدة الماتش اللي فات الراجل بكاري جسامة قد ايه شخص مستفز، وقد ايه شخص كان بيحاول يطلع الجميع عن شعوره. انا قلت وانا بتفرج على المباراه، كويس انها جت في كروش، يعني كويس ان الطرد ده جه في كروش اهو من بره الدكه. انا كنت خايف على اي لاعب في ارض الملعب، يعني الراجل يطلع قدامه كذا، انا وانا شايف اصلا وهو صلاح راح يتخانق معاه، انا خايف على صلاح، اصل الراجل ده ممكن يعمل لقطه، كان ممكن يطلع كارت في وش صلاح، يبقى الدنيا باظت في حياتنا كلها. فانا قلت كويس انها جت في كروش وهيعدد، بس الامور كلها شكلها حلو. وانا هقول لك جمله في الاخر عشان عارف ان انا طولت عليك. لا خالص، انا واعتقد ناس كتيره، يعني بقول انا عشان ما بحبش اقول صفه الجامعه عشان بحر انا في كلامي، بس انا شخصيا راضي جدا 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 واكتر من جدا على اللي عمله لاعبي منتخب مصر في هذه البطوله من رجوله وروح واداء فني واداء بدني. راضي جدا عن الجهاز الفني لمنتخب مصر. اللي هيحصل بكره دي مباراه نهائيه قدام المنتخب السنغالي، المنتخب السنغالي الكبير، وارد تكسب وارد تخسر، ده العادي، ده العادي اللي في الكوره، يعني في عادي في اي حاجه واحنا بنلعب كوره في الشارع، ممكن تكسب ممكن تخسر، فده نهائي بطوله بتلعب مع قدام منتخب كبير زي السنغال، ممكن تكسب ممكن تخسر. الرضا احنا رضيناه خلاص. انا عايز بقى لعيبه منتخب مصر بكره
تعمل حاجه لنفسها تنبسط. احنا انبسطنا طول الفتره اللي فاتت دي، طول الشهر ده كده احنا مبسوطين جدا. انا عايزهم هم طول تاريخهم يبقى في السي في بتاعهم كاس الامم الافريقيه 2022 ليهم هم، والله ما لينا احنا. خلاص احنا مبسوطين ومرتاحين، طبعا هنفرح ونتنطط ونملى الشوارع فرح بكره باذن الله لما نكسب البطوله، بس انا عايزهم هم يفكروا في نفسهم. في ناس كتيره، في منتخبات كتيره، احنا منتخب مصر نفسه وصل نهائي 2017 وخسرها. اللي كانوا موجودين في 2017 ما حدش هيتكلم عنهم كتير، ما حدش هيقول عملوا انجاز، لكن اللي هيبقوا موجودين وبياخدوا البطوله وبيشيلوا الكاس، انا متاكد ان صلاح وكل اللعيبه بكره نفسها تشيل الكاس، عايزه تشيل الكاس، عارفه ان الخطوه دي قريبه، مش بيسرحوا ولا بيفكروا في الكام يوم اللي فاتوا، انا متاكد ان هم بيفكروا في اليوم بتاع بكره بس. صح، اليوم بتاع بكره في امور فنيه معقده جدا، تحديدا في مركز الظهير الايمن. تشكيل المنتخب بكره واضح بالمناسبه، بتتكلم في محمد ابو جبل، بتتكلم في فتوح، بتتكلم في الونش ومحمد عبد المنعم، ومركز الظهير الايمن اللي هيجي لك عنده. وسط الملعب السوليه والنني وحمدي فتحي، في خط الهجوم مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح. هي الحكايه بقى لحد دلوقتي اللي شاغله الناس كلها، مين اللي هيلعب ظهير ايمن مكان عمر كمال عبد الوهاب؟ في كذا خيار قدام كارلوس كيروش. اول حاجه انه يدفع بامام عاشور اللي نزله في الوقت الاضافي في المباراه الماضيه كظهير ايمن، ده خيار. بس الخيار ده مشكلته البسيطه في ايه؟ ان امام عاشور ده مركز فعلا جديد عليه. لعبه شويه مع الزمالك في بعض المباريات القليله جدا مع الزمالك، بس ده بكره هيلعب قدام مين؟ هيلعب قدام ساديو ماني. يعني ساديو ماني انت 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 داخل في فيلم رعب، لعيب كبير، لعيب اسم كبير خلاص الجماهير كلها، الجماهير المصريه كلها عارفاه. ففي احتماليه انه يرحل محمد عبد المنعم كظهير ايمن ويرحل جنبه الونش ويجيب جنبهم ايمن اشرف كمساك تاج. فممكن يبقى محمد عبد المنعم بكره هو الظهير الايمن، يبقى احنا عندنا محمد عبد المنعم يا امام عاشور. الثالث مين؟ الثالث ده بقى رايي انا، مش عارف كيروش بيفكر فيه ولا لا، بس الثالث ده رايي انا. انا شايف انه الانسب لهذا المركز بكره احمد سيد زيزو. واحمد سيد زيزو لعب في هذا المركز في نادي الزمالك، واحمد سيد زيزو عنده القدرات البدنيه الدفاعيه والهجوميه اللي تخليه يؤدي في المركز ده بشكل كويس. دي انطباعاتي ودي توقعاتي او ده رايي الفني. كيروش طبعا هو احسن مننا، وكيروش عنده ميزه عبقريه ان خلانا دلوقتي واحنا قاعدين مستنيين ماتش بكره، واحنا منتخب اتعرض لخمس ست سبع غيابات في هذه البطوله، وخمس ست سبع غيابات مؤثره جدا، خلينا بقينا مش فارق معانا مين اللي هيلعب، ما هو اي لعيب هيلعب هيبقى جامد، اي لعيب هيلعب في اي مركز هيطلع كويس، احنا بنبقى فاكرين انه مش هيطلع كويس وبيطلع كويس، فخلينا قاعدين احنا عاملين بس ندردش في مين الظهير الايمن، وهو في النهايه هيعرف الصح ايه وهيخليه يلعب بكره كويس ان شاء الله. صح، باذن الله باذن الله. كريم انا بشكرك جدا 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 على المكالمه الحلوه دي، وباذن الله احنا في انتظارك في اقرب فرصه كده على طول، يعني زي ما انت قلت كده هم يومين راحه وترجع تنور بقى. يا حبيبي اشكرك والله، ده انت متنوره بيك. الكوره دي تقيله عليا شويه يا كريم. لا لا ده انت ده وجود واحد كالعاده الاستاذ يعني. ربنا يكرمك، ربنا يخليك يا رب. كل الشكر لزميلنا وصديقنا العزيز جدا كريم رمزي، ربنا يرجعه بالف صحه وبسلامه.